الفقرة الأخيرة هنتكلم فيها مع حضراتكم عن بطلة في كرة السلة. هي جاية من أمريكا للنادي الأهلي عشان تحقق هنا بقى طموحاتها داخل جدران النادي الأهلي. طبعا هي كمان خليني أقول لحضراتكم في البداية هي نشأت في القلعة الحمراء وبس بعد كده سافرت للولايات المتحدة لاستكمال دراستها والمشاركة كمان في العديد من المحافل الرياضية، ده على مستوى الجامعات. نجحت في أول موسم ليها في دوري الجامعات الأمريكية في الحصول على لقب أفضل لاعبة، وتم كمان اختيارها ضمن أفضل 5 لاعبات في هذا الدوري. كمان حصلت على السجل الأعلى تهديفا مع فريقها في أغلب المباريات. خليني أقول لحضراتكم يمكن إحنا شفنا دلوقتي سريعا كده في التقرير يعني في احتراف اللعبة، خلينا نرحب بنادين السلعاوي لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي. يا صباح الخير وإيه الشغل العالي ده؟ صباح النور حياتي. أنا عايز أقول إن الجيل اللي أنا بنتمي ليه من محبي وعشاق كرة السلة عارفين كويس جدا من ضمن الأجيال الأكثر تميزا والأجيال الذهبية في منتخب مصر في كرة السلة الفترة بتاعة كابتن مدحت وردة وكابتن عمرو أبو الخير وكابتن سيد السلعاوي، فاحنا بنتكلم على أسماء رنانة وليها تاريخ مشرف. طبعا بنت كابتن سيد السلعاوي كان ما كانش ينفع تطلعي أي حاجة تانية غير لعيبة محترفة، فسعداء بوجودك معانا منورانا. وعايزين نعرف منك كده مبدئيا الفترة اللي فاتت فكرة التواجد في أمريكا، وانت عارفة طبعا أدرى يعني مني بكتير بقد إيه أمريكا هي معقد كرة السلة على الصعيد العالمي، فتجربتك في امريكا كانت عامله ازاي لو في مساحه تلخصيها لنا؟ انا كان حلمي من وانا صغيره ان انا نفسي اسافر دوري الجامعات واكمل جامعتي هناك، وفي نفس الوقت اقدر اشارك في دوري الجامعات الامريكي لان هو دوري قوي جدا ومنافسه مختلفه تماما، فهي برضو يعتبر احتراف في نفس الوقت. طبعا مع بابايا كان الموضوع صعب شويه في الاول، بس هو كان يعني كان مستقبلي وهو سابني احقق اللي انا كنت عايزه اعمله. مختلف جدا الباسكت هنا عن هناك، اصلا الرولز نفسها بتاعه اللعب اصلا في رولز مختلفه. فاول سنه كانت بالنسبه لي كانت الدنيا صعبه يعني شويه، كنت بحاول اللي هو اتاقلم بقى كل حاجه بره الباسكت وجوه الباسكت، بس الحمد لله قدرت ان انا اعمل كده. الاكسبيرينس طبعا بتاعتي كانت يعني انا كل الاول يعني كل اللي بيكلمني يقول لي اسافر ولا ما اسافرش بشجعهم جدا ان هم يسافروا. الحمد لله لما انا طلعت في بنات كتير قوي بعديه اتشجعت ان هي تاخد الفرصه وتسافر وتشوف الدنيا عامله ازاي وتجرب التمرين هناك والماتشات هناك. الجزء الاخير من كلامك على هوا نصيره المراه عماله تهزلك راسها. ايوه انا مبسوطه باللي بسمعه ده حقيقي. طبعا يعني دي نقطه مهمه كمان ان اهلك يمكن كان عندهم تخوفات في الاول، بس باباكي تفهم ده ان ده فعلا مستقبلك ومش حاجه غريبه او غلط. يعني انت خلص رايحه تدرسي في نفس الوقت بتلعبي او بتمرني وراجع لنا بقى كده ايه يعني بالزبط. ان شاء الله عايزين يعني عايز بس اقول لك ان كره يعني السله سيدات هي في النادي الاهلي محققه بطولات كتيره جدا هذا الموسم، فيعني طموحات نادين بقى بعد كده ايه مع النادي الاهلي عايزين نعرف. انا من اول ما نزلت كان في ترحيب جدا من مجلس اداره النادي الاهلي كلهم، والناس لما كانت تتكلم معايا كانوا بيتكلموا ان احنا الحمد لله مسيطرين بشكل قوي جدا على كل الدوريات المحليه، دوري عادي ودوري سوبر ومرتبط وكاس مصر والمنطقه وكل حاجه. فهم كانوا بيتكلموا معايا في بطوله عربيه في افريقيا لان هي عمرها ما دخلت تاريخ النادي، فتبقى خطوه كبيره جدا، والحمد لله عندنا نسبه كبيره جدا الاهلي يستضيفها السنه دي. فطبعا لو قدرنا نكسب البطوله دي ان شاء الله هتبقى اول مره تحصل في تاريخ النادي الاهلي، فطبعا حاجه كبيره جدا 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 ويبقى شرف ليا يعني اللي انا لعبت فيها برضه. حلو جدا. جميل. ايه اللي بيميز فريق كره السله للسيدات في النادي الاهلي عن بقيه الفرق، وخصوصا ان انت يعني تعاملتي مع جنسيات مختلفة ومارستي الرياضة دي بشكل احترافي في واحد من أقوى الدوريات على مستوى العالم دوري الجامعات اللي في أمريكا، فإيه المميز في فريق السيدات لكرة السلة في النادي الأهلي؟ أنا دلوقتي اللي عاجبني جدا ورجعت لقيته ما كانش موجود قبل كده الكفرج بتاعت السوشيال ميديا عامة، والناس مدية فعلا حق للفرقة دي. يعني الفرقة ما شاء الله بقى لها كذا سنة بتكسب وبتحقق حاجات، فلا النادي مدي حقهم واخدين حقهم، الميديا بتكفر الماتشات دايما. قبل كده اصلا ماتشاتنا حتى ما كانتش بتتصور، لما انا كنت موجوده من 5 سنين ما كانش بيبقى فيه الكفرج دي بتاعت الماتشات. فدلوقتي ان هو فيه اهتمام من بره خلى الفرقه نفسها عايزه تبقى احسن وتبقى احسن وتثبت برضو للناس اللي بيعملوه عشان ده يعني احنا نستحقه. طب انا عايز اسالك بس، انت اصابه رجلك دي من التمرينات؟ بصي الصراحه هي باينه من عندي لا هو علشان الارض
هناك باركيه مختلفه جدا عن الارض اللي احنا بنلعب عليها هنا. فانا الدكتور قال لي هو رجلك اتعمل لها شق كده بقالك فتره بتتمرني عليها من الارض وده طبيعي، انت بقالك 5 سنين تلعبي على ارض مختلفه تماما، فقال لي ده طبيعي. يعني هناك افضل ولا هنا؟ ما يعني هناك الارض الصراحه افضل من هنا. والمنظومه ككل يعني ايه تاني اوجه الاختلافات اللي بين امريكا وبين مصر في كره السله؟ حتى القوانين نفسها رولز نفسها القوانين اللعبه مختلفه، هي غريبه يعني مش محبتهاش قوي. يعني في مثلا الثواني 30 ثانيه هناك، هنا 24 ثانيه. في الفاول شوتنج وانت بتشوتي بيبقى في 4 من الفرقه اللي انت بتشوتي ضدها واقفين، في حاجات اللي هو ممكن تعدي نص الملعب وترجعي تاني، ممكن تطلبي تايم اوت في نص الماتش عادي وانت ماسكه الكوره او ما تلاقي ريباوند. الحاجات دي طبعا اصلا مش موجوده يعني في الفيبا هنا. هي كره السله في صلب ثقافتهم وتلاقيها دايما حتى في كل البيوت اللي هي طبعا هي اللعبه في الجراج تلاقيهم حاطين برضو طبعا يعني هي اللعبه الاولى عندهم وهم بيحبوا عشاق كره السله هناك. الناس بتنفست تايم كتير جدا وفلوس كتير قوي للجامعات، وعشان كده بيبقى في منح دراسيه كتير جدا من كتر ما الناس بتحب اللعبه وعايزه ان اللعبه دي تكبر وتوسع. تلاقي كل الناس الصغيره حتى لو بتلعب لعبه ثانيه تلاقيها بتلعب برضه باسكت لغايه لما يكبروا ويقدروا يقرروا هم عايزين يلعبوا انهي لعبه فعلا. شاركتي يا نادين في 3 بطولات كاس عالم مع المنتخب المصري، برضه عايزين نعرف اكتر عن ده. انا اول كاس عالم ليا كنت مع منتخبي تحت، كنا 17 سنه لعبناه في التشيك. تاني كاس عالم لعبته كنت متصعده مع المنتخب الاكبر مني، رحنا روسيا. وتالت واحد كان 3-3 في كازاخستان. الحمد لله في كل الكاس عالم اللي انا رحتهم كنت واخده رانكينج في السكورر. في اول واحد كنت طالعه الخمسه، تاني واحد كنت طالعه السبعه، في التالت واحد كنت برضو عامله رقم كويس. وكنت كان في هم هناك في 3-3 لعبها مختلف، كنا برضو مختلفه وبيعملوا حاجات تانية يعني مثلا بيعملوا 3 بوينت شوتينج كونتست مثلا، بيشوتوا ويشوفوا مين يجيب اكتر، يعملوا مسابقه مهارات ودي بتحسب بتايم. دي قدرت انا اطلع فيها الرابعه، فكان طبعا يعني انجاز برضو كبير يعني. طيب يعني انت تعتبري احدث او خلينا نقول من ضمن احدث الصفقات اللي ابرمت مؤخرا في النادي الاهلي فيما يتعلق بفريق السيدات لكره السله. شايفه ان انت ايه اللي ممكن تقدميه مختلف مع الفريق؟ اللي انا عايزه اقدمه مختلف اللي انا انقل الاكسبيرينس اللي انا خدتها وتعلمتها في امريكا من اسلوب تمرين، من تحضير للماتشات، من روتين كلعيبه محترفه. عايزه انقل ده لفرقتي، عايزه انقل لهم فكره ان هو احنا يعني التمرين مختلف، والمفروض ان انت تكوني جايه محضره للتمرين وانت بتتمرني في التمرين زي ما المفروض تلعبي في الماتشات. يعني المفروض التمرين يبقى اصعب من الماتشات، يعني هما دايما هناك انا كانوا ده رول نمبر 1 التمرين بتاعك المفروض يبقى اصعب من الماتش. فانا عايزه انقل فكره الاستراتيجي بتاعت التمرين عامه، عايزه المواقف. انا وقعت في مواقف كتير جدا في الماتشات، سيتويشنز كتير جدا وتعلمت منها كتير قوي، عايزه فبقى عندي خبره، فعايزه انقل ده برده لفرقتي. الحمد لله ناس صغيره جدا، صغيره عندنا في النادي الاهلي برضو دايما بنات بييجوا يتكلموا معايا عايزين يعرفوا حاجات بسيطه جدا، ازاي يحسنوا حاجه، ازاي يقروا الملعب احسن، وبقدر اللي هو انا اتكلم معاهم الحمد لله هم بيستفادوا من كده وبيرجعوا يقولوا لي ان هم اتمرنوا عليها وقدروا يعملوها. فحاجات كلها تبسطني طبعا جدا ان احنا نبقى متفوقين كلنا يعني. طب لو دخلنا الديتيلز شويه عن المواقف او يعني احكي لنا موقف او اتنين من الحاجات اللي اتعلمتي منها مريتي بيها هناك بس اتعلمتي منها. بصي كباسكت ولا كايه؟ لا كباسكت وانت يعني وانت اثناء التدريب او مباراه لعبتيها. مثلا في الاول خالص كان بيبقى بالنسبه لي انا متعوده اللي هو انا بتمرن باسلوب معين عشان مثلا عندي ماتش في اخر الاسبوع، فاللي هو ايه اكون مريحه نفسي او وات ايفر. دي كان اول حاجه الكوتشز قعدوا يتكلموا معايا فيها. انت كنت رايحه كده يعني؟ كنت رايحه كده في الاول، فاقول لهم لو انا بتمرن خفيف عشان عندي ماتشين في الويك اند، فيقول لي هو مفيش حاجه اسمها كده يعني انت لازم تتمرني، يعني التمرين بالنسبه لك يبقى اصعب من الجيم، يعني انت نفسك يبقى اصعب من الجيم. وهناك بيلبسونا حاجات بيقيسوا هم كل حاجه، فهم بيبقوا عارفين انت فعلا اديتي انرجي وافورت قد ايه في التمرين، فهم ده عندهم مونيتورد اوريدي.
فبيقدروا يتحكموا فيه. فطبعا ده يعني في خلال 3 أسابيع كان بالنسبه لي اتغير تماما بقى، اللي هو لا فعلا اكتشفت ان التمرين المفروض يبقى اصعب من الماتشات. دلوقتي بقيت بنزل ماتش سهل، والماتش بقى بنقف كتير، يعني بنقف التحكيم مش عارفه ايه تايم اوت بتاع بقينا بنقف. فاكتشفت فعلا ان هو صح. في الماتشات تعرضت في مواقف كتير جدا نبقى خسرانين، ومثلا في هنا كان كليب اللي هو كان سيمي فاينل ولازم نكسب عشان نطلع فاينل، وكان ناقص 5 ثواني تقريبا او 6 ثواني، والكوتش خد التايم اوت ورسمت الخطه، وانا اصلا هي بترسم لي الخطه عشان انا تبقى الكوره معايا، انا اصلا مش مجمعه، بس انا شفت نفسي مثلا بحط الباسكت، وفعلا قدرت وحطيت بازر فيها وقدرنا يعني اللي احنا نكسب الجيم ده. تبقى مواقف اللي هي زي كده بيبقى اللي هو ثقتي من نفسي زادت، اللي هو لا انا مفيش مشكله اندر بريشر عادي، اللي انا تبقى الكوره في ايدي واعرف اكسب فرقتي، واللي هم اقول لهم اللي انا يعني هساعدهم مثلا اللي احنا نكسب المباراه او وات ايفر. شيء جميل. مش حابه تاخدي فكره كده الناس شايفاك ازاي، مشجعين كره السله اللي تابعوكي في المباريات اللي انت لعبتي فيها الفتره الاخيره؟ تعالي ناخد فكره ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. اول حاجه احنا بنرحب بيها في مصر، وطبعا كانت في امريكا، فسيستم محترم مع سيستم الاهلي طبعا زي امريكا بالظبط، فده هيضيف كتير للاهلي وليها كشخصيه في السي في بتاعها. فان شاء الله اتمنى كل التوفيق، وباذن الله ان هي هتضيف كتير للنادي الاهلي ان شاء الله. هي لعيبه ممتازه وسافرت بره يعني خدت خبرات، فانا شايفه ان هي هتفيد هنا النادي بخبراتها. الاهلي اوريدي انها هتضيف، لان هي لعيبه مميزه جدا جدا في الدوري الامريكي، فاوريدي هي احنا هنستفاد منها جدا جدا هنا، ودي اضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي ان هو جابها بامانه يعني. والله انا شايفه ان هي هتضيف للنادي الاهلي، لان هي عندها اكسبيرينس عاليه او خبره عاليه من بره، فهتيجي تضيف لنادي الاهلي طبعا. هي لاعبه يعني قطعا ممتازه ولها خبرات متعدده في اوروبا، فان شاء الله هتكون اضافه قويه لافضل فريق مش في مصر، في افريقيا كلها. نادين كانت بتلعب في دوري يعني اكتر دوري معروف في العالم ان هو دوري قوي، فان شاء الله هتكون اضافه كويسه للنادي الاهلي، وتقدر ان هي تحصل على بطولات بقى مع النادي الاهلي ان شاء الله. اظن واضح. حاجه لطيفه جدا لما تحسي ان الناس متابعاكي وعارفه انت عامله ايه وعارفه نقاط القوه اللي عندك، وبعدين في ابريشيشن واضح جدا وتقدير واضح جدا لفكره ان انت جايه من بره بخبرات بره، وكلمه بره دي احنا بنتكلم على اقوى دوله في العالم في الرياضه دي تحديدا. طبعا. فاكيد حاجه جميله جدا، بنهنيكي على ده وعلى رؤيه الناس ليكي. شكرا جدا. انا كنت مبسوطه الصراحه يعني من ساعه لما سافرت، والاهلي كان دايما متواصل معايا، بيحاولوا سوشيال ميديا يعرفوا اخبار، يعرفوا انا بعمل ايه في الماتشات، وينزلوا لي اخبار، يقول لهم هم عايزين يبقى على طول معايا ستيب باي ستيب، لو فايتهم حاجه انا اقول لهم. فالموضوع ده كان بسيطني جدا. الكباتن في نادي الاهلي كلهم كانوا عارفين، كابتن رؤوف عبد القادر برده كان متابعني، كل الناس اعضاء من مجلس الاداره نفسهم برده كانوا متابعيني، وكانوا دايما يبعتوا لي ويهنوني لما اقدر احقق حاجه والكلام ده كله. جميل جدا. طيب بما بقى ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، فيعني حتى لو كان بره في خبرات يمكن اكبر، لان كمان الولايات المتحده الامريكيه هي متخصصه يعني، او يعني كره السله الباسكت بول عندهم حاجه زي الكوره مثلا في يعني في اسبانيا خلينا نقول. فنتكلم هنا تحديدا النقل بقى، مش الخبرات بس، فكره النقل الروح. يعني هناك ممكن يبقى في جمهور كبير، بس هنا برضو العامل هيكون مختلف في النادي الاهلي على سبيل كمان الروح والجماهير. ده ازاي برضو انت مستعده له او شايفاه؟ لان تالي في فرق كبير برضو. انا مبسوطه جدا ان انا رجعت عشان اكون وسط جمهور الاهلي، جمهور كبير جدا، ونفسي ان احنا نلعب بطوله افريقيا، عشان عارفه ان احنا ان شاء الله لو لعبناها ممكن يكون فيها جماهير ان شاء الله، وهم اصلا عايزين يكونوا متواجدين، وهم ورانا وفي ظهرنا جدا. واحنا بدانا نظهر لهم، الاول كان بالنسبه لهم الفولي بس، دلوقتي لا، فولي وباسكت وهاند بول الثلاثه في البنات بيحققوا بطولات للنادي كل سنه. فانا حاسه ان ده هيبقى حافز لينا جدا. يعني احنا دايما يعني هما لما حد بيقول لنا، في ناس جات لنا كذا ماتش دايما، وفي ناس بتبقى موجوده في الصاله بتاعه النادي الاهلي واحنا بنتمرن، فهم معانا جدا وبيشجعونا جدا، ودي حاجه اصلا تبسطنا قوي ان ده بقى موجود في البنات برضو. جميل. طب على ذكر بقى مساله نقل الخبرات، انت بنت واحد من اساطير كره السله المصريه، كابتن سيد السلعوي قيمه وقامه وتاريخ يعني مشرف،
وياما فرح المصريين وثلاثيات واللي ملهاش حل والنوع ده من الامور. نقل لك خبراته ازاي او انت اكتسبتيها منه من خلال ايه؟ انا من وانا صغيره باباي ما كانش بيحب يتدخل قوي معايا في الفرقه اللي انا فيها، يعني انا كان بالنسبه له هو دايما لو انا عندي مشكله من وانا صغيره مع المدرب بتاعي يقولي لا هو الغلط منك انت، دايما لا شوفي انت حل تاني. فهو كان بابايا بيديني لوحده خبرات كده تساعدني لقدام، يعني ممكن ما تساعدنيش بكره في التمرين بس هي ممكن تساعدني كمان شهرين في الماتش لما يجيلي. كان مثلا يجيلي ماتش ويشوفني عملت كذا حاجه فبعد الماتش يديني يقول لي انا ماليش دعوه مثلا بالسيستم بتاعكم، ماليش دعوه باللي انتوا الخطه بتاعتكم، بس انا ليا دعوه بانت عملتي كذا 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 كنت المفروض تعمل كده. فالخبرات دي كانت معانا واخويا احمد يعني اللي وقفتنا الحمد لله على رجلينا في حاجات كتير جدا. وكان دايما بقى يقعد يقول لنا هو اصلا باسكت ده اللي انتوا بتلعبوه اساسا، انتوا ما شفتوش زمان، تعالوا كده فرحكم. لا بتكلم جد، يعني ده واحد من اجمل الاجيال اللي شفناها على الاطلاق في تاريخ كره السله المصريه حقيقي، يعني كان شيء مبهر وخصوصا كمان في كل المنافسات الافريقيه. الولد يعني ليه صوالات وجوالات. طبعا. طيب احنا هنروح فاصل بس لما نرجع عايزين بقى نتكلم، خلاص يعني اتكلمنا من ناحيه الفنيات وغيره، بس انا عايزه اروح بقى معاكي السؤال، امتى ممكن من وجهه نظرك بما ان انت جربتي في امريكا وفي مصر نقدر نقول ان مصر لو يعني خطت كده خطوات معينه نقدر ان احنا نوصل ليه كمان مستوى عالمي زي امريكا؟ فدي نقطه مهمه جدا بما ان احنا كمان بنتكلم تحديدا في النادي الاهلي، احنا عاملين يعني رانكينجز عظيمه جدا وبطولات عظيمه جدا وعندنا كوادر كمان عظيمه جدا، فليه ما نبقاش من اكبر الدول في هذا المجال؟ خلينا نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. احب اوجه رساله لنادين اقول لها نورتي الاهلي ويا رب دايما تحقق بطولات مع الاهلي دايما بتمنى لها التوفيق وانها تشد حيلها كده ويعني تمشي مع الفريق وتحقق النجاحات زي ما الفريق الاهلي اوريدي معودنا على النجاحات. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق وان شاء الله باذن الله تعمل حاجات كتير ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي. بالتوفيق ان شاء الله وان شاء الله يعني تزود يعني تزيد من فريق وبطولاته وكده يعني تاخد معانا بطولات ان شاء الله. احب اقول لها بالتوفيق وهتبقى اضافه حلوه للفريق وفرحانين انك هتبقى معانا. عجبني جدا يعني شفتي مشان سالتك قبل كده عن جمهور النادي الاهلي وازاي انت شعره بالاختلاف، حاجه تانية تحس انت بتلعبي مع عيلتك، كل الناس منالك التوفيق، كل الناس منتظره منك اضافه كبيره للفريق ان شاء الله ويعني بطولات اكتر باذن الله للمنتخب كمان. انا عايزه اروح معاكي بقى للسؤال اللي سالته قبل الفاصل وفكره هنا، ازاي ممكن مصر من وجهه نظرك بما ان انت لعبتي بره ورجيتي هنا بعد كده في الاهلي مره ثانيه ان كنت ناشئين طبعا، ازاي ممكن مصر تصل لهذه المرتبه وفكره ان احنا يبقى عندنا يعني او نكون رقم واحد في كره السله عالميا كمان؟ اصل ليه لا، يعني ممكن حد يسمعنا يقول ايه ده ازاي، لا هو مش ازاي، انت عندك الكوادر وعندك القدره فليه لا. يعني هو الاول انا عايزه اقول ان احنا لازم نبتدي مع الصغيرين مع السن الصغير عشان بيكون اسهل اللي هم يبتدوا يتعودوا يبقى روتين حياتهم ماشي كده وروتين التمرين بتاعهم ماشي كده، عشان هي كل حاجه بتبتدي التمرين لازم يبقى ناس عارفه ان احنا الباسكت ده يعني هو زي شغلك، يعني هو حاجه مهمه، هو مش تقضيه واجب مثلا او انت مش تروحي ساعتين تمرين وبعدين تتقابله في الماتش ساعتين وخلاص على كده، لا لازم يبقى انت دماغك وفكرك ومديه الباسكت حقه ان هم هناك بيتعاملوا بروفيشنال، انت وقت التمرين وقت جد جدا، ما فيش هزار ما فيش كلام على السايد لاين ما فيش اي حاجه. احنا دلوقتي الحمد لله قدرنا كنادي وكعامه في مصر اللي احنا بدانا يبقى في ستاتستكس للعيبه، بقى اللعيبه كل واحد بيبقى عنده ارقامه وعمل ايه في المباراه، دي حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، فدي حاجه اصلا كويسه جدا ان هو لما نيجي نتكلم مثلا احنا عايزين لاعب فرقه مثلا من اسبانيا فدي ارقام الفرقه بتاعتنا، لما هم يجوا يبصوا او قبل ما يجوا يلعبونا لا هم عاملين حساب للفرقه مثلا بتاعت الاهلي. في حاجات تانية زي ما قلت لك مثلا حاجات كنا بنلبسها بتقيس الكوره هنا بيلبسوها تقريبا بيقيسوا قد ايه انرجي وهارد وافورت حاجات زيها كده وافورت انت بتديه للتمرين، دي ممكن حاجات نبتدي نتواجد بيها لو قدرنا ان احنا كل فتره نبعت نجيب حد من امريكا ينقل لنا اكسبيرينس او يعمل مثلا ميتنجز مع الهيد كوتشز مثلا بتوع مصر كلهم او بتوع النادي الاهلي
ويعرفوا مثلا اسلوب التمرين المفروض يبقى عامل ازاي، او مثلا لما تبقى الفرقه مثلا خسران مثلا ماتشين ورا بعض وعايز ترجع ازاي تتكلم مع الفريق بتاعك، او ازاي تقدر ترجعهم وتخلي عندهم ثقه في نفسهم. حاجات زي كده تفرق جدا لو بدأناها واحده واحده. شايفه ان طبعا ممكن نقدر نعمل كده طبعا. في الفاصل اللي فات قبل ما نرجع لحضراتكم مره ثانيه على الهواء كنا بنتجاذب اطراف الحديث انا ونهواند مع نادين على فكره العيشه في امريكا، فكره ان الواحد في مرحله سنيه مبكره شباب وعايش في امريكا. في ناس كتير ممكن تتخيل بقى ان نمط الحياه هناك يعني خربين الدنيا، فهمنا منهم منها ان هي يعني تقريبا الجزء الفن تقريبا كله تقريبا كده برضو اللي في امريكا انت يعني ما عصرتهوش ما حضرتهوش ما كنتيش طرف فيه باي حال من الاحوال. والله الحياه هناك روتينيه جدا، ويومك هم بالذات لما بتبقي في يعني في دوري جامعات هناك بالنسبه لهم الرياضه زي بالظبط التعليم، يعني انت اصلا لازم تجيبي درجات معينه عشان تقدري اصلا تتمرني وتقدري كمان تلعبي معاهم في الماتشات. فهم يعني هم بيدوكي سكادول، بتفتحي جوجل كالندر هم مظبطين لك اليوم بتاعك، وانت المعاد ده، فالدنيا بتكون كله ورا بعضه، وبالذات لما السيزون بتاعنا بيبتدي فعلا مش بنقدر اللي هو نتنفس، بنبقى بنسافر كتير وعايزين نحاول نعوض اللي فاتنا، ويحاولوا يقعدونا مع مثلا بروفيسورز عشان نعوض اللي فاتنا، وستادي هول اورز بقى بالهبل عشان نذاكر ونجيب درجات كويسه. فالحياه فعلا روتينيه، بس هي يعني تخليكي تعتمدي على نفسك، تخليكي تعرفي تنظمي وقتك فيها. شكلت قصه نجاحها وكما هو الحال الحمد لله يعني يعني ايجابياتها كتير قوي 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 يعني. الحمد لله. ده كلام محترم، كل التوفيق ليك يا نادين. وهنرجع نقول لك تاني ان البرنامج ده وشه حلو على كل الناس اللي بتجي لنا، فباذن الله تحققي بطولات كبيره تاني مع النادي الاهلي ان شاء الله. نورتينا. شكرا. نورت الدنيا. صباح الفل عليكي. وصباح الفل عليكي يا نهواند وعلى كل حضراتكم. بكره باذن الرحمن نلتقي مره تانيه وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. اتفضلوا.